اللي صار احنا نايمين الساعة 4 الا هالجرافة بتيجي والجيش، وطلعوا على دار جاري اخذوه واخذوا سيارته، وبعديها اجوا حطوا ورقة عندي على الدار لزقة مكتوب عليها جيش الدفاع مش عارف ايش عشان المشاكل بتصير. فتشوا الباب بعدين وقفوا انا يمكن 10 15 جندي، بعدين راحوا عندي على الدار صاروا خبطوا على الباب، فتحت لهم من الساعة 5 للساعة 8:30 نفلوا الدار ولا خلوا اشي اللي نفلوه.